عشان نوفر الوقت بس. عملنا له جهاز تعويضي حاليا لحد ما نشوف اسسمنت للباك للسباين بتاعه عشان نشوف هيتصلح في حاجه ولا لا. عشان ما كانش هيتصلح حاجه هتتصلح الايه؟ اللور لين مظبط. بس على ما يتاخد القرار ده يتعمل له ريبليس. مظبوط معاك؟ انت لابس دلوقتي؟ طب اتفضل ماشي كده قدامنا. شفتوها ماشي من غيره؟ احسن طبعا، مش عايزه كلام يعني، ومفيش كراتشز ولا حاجه. يلا بسرعه كده نتكلم على لوكال اكزامينيشن اوف ذا ني، ونفس الرول. الرول طبعا الفور مين بارامتر انسبكشن بالبيشن موفمنت وسبيشال او اذر اكزامينيشن، مش هنضيع وقت في الهيستوري وغيره. لوكال اكزامينيشن اوف ذا ني، النور طبعا الديفورمتي موجوده فيها او الويستنج موجود فيها. السويلنج زي ما اتفقنا برضو، هل هو جنرالايز سويلنج في الني ولا زي كده وزي كده، او لوكالايزد بيرسا سيست اوسجول شلاتر ديزيز اتسترا اتسترا، ده كله بقيمه او بقرره بالانسبكشن. اخر حاجه ديفورمتي، هل في ديفورمتي ولا لا، ببص عليها برضو في الانسبكشن. وزي ما قلت في الهيب بيبقى فيه بيفور هاند كنولج، ابقى عارف وات ار ذا بوسيبل ديفورمتيز اللي ممكن تحصل عند الني، عشان اما اجي اعمل اكزامينيشن ابقى بدور على حاجه في دماغي، مش بدور على حاجه ما مش عارفها، مش عارف بدور على ايه اساسا، لا ابقى بدور على حاجه في دماغي. فوات ار ذا بوسيبل ديفورمتيز اللي ممكن تحصل عند الني؟ جينو فالجم، جينو فارم، جينوفارم، جينوفالجم، فليكشن ديفورمتي او عكس الفليكشن ديفورمتي، يبقى فيه ريكيرفيت. لو العيان رائد على الترابيزه فلات، لو عنده كيرفيت مش هيبان. مظبوط. لما اجي اعمل الستيب الثانيه اللي هي تو كونفيرم، اعمل بالبيشن وتو كونفيرم الفايندنج باي انسبكشن، ممكن ادور هل عنده ريكيرفيت ولا ما فيش. يبقى ادي جينوفارم نورمالي زي ما قلت قبل كده، لما نعرف النورمال نقدر نعرف الابنورمال. وات از ذا نورمال؟ نورمال يا عم يبقى واقف او نايم واللمز بتاعته ستريت، التو نيز ار تاتشنج اتش اذر، والتو ميديا ماريولاي ار تاتشنج اتش اذر، بيبقى في باونج خفيف لكن دول تاتشنج ودول تاتشنج. لو لقيت التو ميديا كوندايل بتاع الفيمر تاتشنج والميديا ماريولاي بعيده عن بعضهم، يبقى ده عنده ايه؟ فالجس. العكس بقى، لو الميديا ماريولاي تاتشنج وفي سبيس يبقى عنده فالس. رف استيميشن للفيروس او الفالجس، يعني طبعا بقيس المسافه دي، وفي الفيروس بقيس المسافه ما بين التو في مرار كوندايلز. زمان زمان حاجه و60 كانت جت فرصه في وقت كده، اتكلفت في الجيش بعد الحرب بتاعت 67 يعني، ومن ضمن الاماكن اللي رحتها اللي هو الكمسون الطب العسكري في اسكندريه في مصطفى كامل. فطبعا الشبان اللي بيجوا عشان التجنيد بنشوف فيه ديفورمت ولا ما فيش، فطبعا بنشوف وهو واقف بنشوف لو عنده فالجس امتى اقول ده فيت، ولا الفالجس اللي عنده وصل للدرجه اللي تشركه. وهو واقف كده رفلي كنت بروح حاطط رجلي بين التو ميديال مالولاي، لو رجلي عدت يبقى ده عدى الليميت بتاع الاكسبتنس، يبقى هيتشرك. بالنسبه للفيروس وهو واقف بهذا الشكل، الفيست بتاعه والبكمونيه بتاعتي احطها بين الفيمورال كوندايلز، لو وصلت عدت بسهوله يبقى ده وصل الليميت بتاع انه يبقى انفيت ويتشرك. اذروايز بنقيسها بالمازوره واو الاخر. يبقى ده بالنسبه للديفورمتس الكومن اللي هو زي ما قلنا فالجس، فيروس، ريكيرفيت اهو زي ما بنقول الاستيميشن بتاعها اهيت. هي الاستيميشن الثانيه هنا بنقيس المسافه الثانيه بين الميديم والراي ونقارن بالنسبه للثانيه قد ايه. ممكن برضو اذر تيست تو ديتكت ذيز ديفورمتيز، ان انا ارفع رجلين كده واشوف لو في مايل ديفليكشن ديفورمتي ما كانتش باينه ممكن تبان. لو العيان رقدته برون على الترابيز على ايدج اوف ذا تيبل، واضح شايفين الرجل دي ايه؟ ستريت. دي لسه احس انها معلقه شويه، يبقى اذا في عندي 10 15 ديجري اوف فليكشن ديفورمتي. نيجي للمجموعه الثانيه اوف ذا لوكال اكزامينيشن بالبيشن فور تمبريتشر تندرنس
مع اللاند مارك بتاعتي والكونفيرم الفاندنج انسبكشن. لو في سكار، لو في ساينس، لو في ديفورميتي ما كانتش باينه اتاكد موجوده ولا لا، زي الكيرفيتم زي غيره. لو في ديفورميتي كانت باينه بالانسبكشن اقيس الدرجه بتاعتها واعرف قد ايه. لو في ماسل ويستنج اقيسه بالمازوره واشوف قد ايه عشان فولو اب التحسن، في تحسن ولا ما فيش تحسن. تمبريتشر وقارن تندرنس. طبعا النيم من الحاجات المهمة اللي احب اعمل عليها سبوت لايت لحضراتكو، اللوكاليزيشن او بوينتنج بالنسبة للبالبيشن is very very important especially in the knee joint، لان الدياجنوز بيختلف ما بين سنتي وسنتي. لو جيت مثلا اعمل بالبيشن على التيبيال تيوركلي حاجه على الليجمنتم باتيلي حاجه، فوقها بسنت او اتنين في الانفور وبولو في الباتيلي حاجه ثانيه. لو جيت على الميديال سايد انتيروري انترو ميديالي هنا يبقى انتيرور هورن اوف ذا مينيسكس، في النص يبقى الميديال او البودي بتاع المينيسكس او ميديال ليجمنت، ورا شويه سنت يبقى البوستيرور هورن اوف ذا ميديال مينس. فلوكاليزيشن اوف تندرنس في الني فيري امبورتنت بالملي. وعشان كده بنقول للبيشنت يعني لما يجي لعن حط صباعك على الحته اللي بتوجع، حط مش وجع فيك كده في الحته دي، لا حط صباعك على الحته اللي بتوجع. بتفرق قوي لوكاليزيشن في الني زي ما نشوف هنا حاجات كتيره قوي. يبقى اذا من بالبيت البليجمنتم باتيلي الباتيلا اتسترا اتسترا، كل نقطه بنعمل لها بروبر بالبيشن تو ديتكت اي تندرنس. واللاند ماركس طبعا الاثنين مع بعض زي ما قلنا في الهيب، اللوكال لاند ماركس مع اللوكال تندرنس يعني كلهم مع بعضهم اول اراوند ذا جوينت. واضح هنا انفير بول في الباتيلا، ليجمنتم باتيلي، تيبيال توبوريسيتي، انتير هول ذا مينيسكس، ميدل بودي اوف ذا مينيسكس وميديال ليجمنت، وستير هول ذا مينيسكس، بس انسيرينس اتاتش من ميديال ليجمنت، ميديال ابيكوندايل، ميديال كوندايل، ومن الناحيه الثانيه يبقى لاترال كوندايل. زي ما انتم شايفين فروق سنتي 2 سنتي ما بين كل حاجه. فالبروبر لوكاليزيشن اوف تندنس في الني از فيري اسينشال او فيري امبورتنت. كونفيرم فايندنج اوف انسبكشن، الحاجات اللي قلناها في الهيب، سكين سكار اترنت ولا مش اترنت، موبايل ولا مش موبايل، لا في ساينس دراي ولا اكتف فيها ديشارج يعني، لا في ويستنج، وهقيس هقيس بالمازوره عشان تكونفيرم الفرق اذا كان في ويستنج ولا ما فيش. ده طبعا قلناه في الهيب عشان كده ما نضيعش عليه. في جونت فلويد ولا ما فيش، ده نقطه مهمه في الني اكزامينيشن. الباتيلر تابنج والسريلز والحاجات دي كلها، بعمل سكويزنج للسوبرا باتيلر باوتش عشان افضي لو في فلويد فوق يبقى تحت الباتيلا، بعدين اعمل باتيلر تابنج اشيل بالوتمنت ولا لا، سريل او ويف بتتحرك، ازق الفلويد من على الميديال سايد واشوف بيحصل بلج على اللاترال سايد ولا ما فيش. باتيلر تاب او زي ما نقول بنعمل سكويزنج للسوبرا باتيلر باوتش عشان لو في شويه فلويد افضيها وتيجي تحت الباتيلا، وبعدين اشوف في بالوتمنت ولا لا، احاول اشوف زي ما يكون بالظبط طبق كوبايه ميه وفيها شويه ميه وفيها فلينه، فلينه بتبقى عايمه على وش الميه، احاول ازقها بايدي اشوفها بتخبط في الفلور بتاع الكوبايه ولا لا. بالوتمنت لو حاطين ايدي على الباتيلا وزقيت بالراحه 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 لغايه ما توصل لغايه تحت مش هحس بالبوز الباتيلا ارتاب، يبقى انا بحاول ازق كده يعني عشان اشوف بالوتمنت ولا ما فيش. ده بالنسبه للفلويد في انسايد ذا جوينت. سويلنج، لو في عندي سويلنج برضو الكرك بتاعته السايز والسايت والبوردرز والموبيليتي كلام العادي، وممكن يكون زي ما قلنا في الهيب يا جنرالايزد حاجه في الجوينت نفسها، افيوجن هيما ارثروزس باي ارثروزس فيلونودر سينوفايتس تيومر، حاجه في الجوينت نفسها او حاجه لوكالايزد بره الجوينت. نشوف بقى الحاجه اللي اتعلمناها في الجراحه الموبيليتي الكونسيستنسي البوردرز التفاصيل دي كلها، دي يعني ما هيش مينلي اورثوبيك دي مينلي جنرال سيرجري، لكن وي هاف تو نو احنا بنركز الى حد ما الحاجات الجديده في الاورثوبيديك اللي هي ديفورمتيز اتسترا. يبقى ده بالنسبه للسوالي. نيجي بالنسبه للديفورمتيز، لو عيان عنده ريكرفيتم، طبعا العيان وهو راقد على السرير رجله فلات مش هشوف الريكرفيتم، الريكرفيتم هشوفها بان كونفيرم كده في التيست اللي بعمله دوت، او العيان من ماشي هبص الاقي الرجل بتديني بستيرو سابلكسيشن. يبقى اذا في ريكرفيتم ولا لا بشوفه بهذا الشكل، لو هو ماشي طبعا بحس ان في هايبر اكستنشن في النية او ريكرفيتم، هو راقد ارفع رجله هيبان اذا كان في ريكرفيتم ولا ما فيش
عنده. لكن لو عنده فليكشن ديفورميتي هيبان، لو عنده فارس او فالجاس هيبان، انما الكيرفيتا ممكن ما تبانش الا لما امسك رجل العام بهذا الشكل او العام يقوم ويمشي وتبان عندي بهذا الشكل. وهذا على الكيرفيتا نقطة مهمة جدا، وبرضه كومن سايت فور اكزامينيشن فور كويشن في الكلينيكال اكزامينيشن. لو نفرض العيان ده عنده فارس او فالجاس، وخصوصا في الاطفال الصغيرين، طفل صغير، وبالنسبه لكم ذيس از فيري امبورتنت، لان بنحدد بيها السايت اوف ذا ديفورميتي. بمعنى طفل عنده جينو فالجم، يعني الرجل بتاعته شطحه لبره، او جينو فارم شطحه لجوه، انا كدكتور بتاع ديفورميتيز وعايز اصلح، يبقى بسال نفسي سؤال فيري كروشال فيري امبورتنت: الديفورميتي اللي موجوده دي هل هي في اللور فيمر اللي عامله لي الديفورميتي، ولا في الابر تيبيا؟ ما هو الاثنين الاثنين مع بعض نورمال كده بقوا شاطحين، فهل الديفورميتي ديفيشن ده جاي من التيبيا ولا جاي من الفيمر؟ عايز اعرف بالظبط انت. فبعمل التيست البسيط ده، ارقد البيشنت او اخلي الجنيه بتاعته رايت انجل او فليكشن. عندي تو بوسيبيليتيز، كويس؟ لو ايوه، لو عنده اصلا جينو فالجم، الرجل بتاعته ديفيتد لاترال او اوتورد، وعملت فليكشن ديفورميتي ان ذيس بوزيشن، ايه البوسيبيليتيز؟ ان الديفورميتي تستخبى وتسابير، او تبقى ستيل بريزنت. لو استخبى تبقى موجوده فين؟ في اللور فيمر. لو لسه منتند تبقى ليه؟ ليه بيحصل الكلام ده؟ لو بصينا على التو فيمر الكوندايل ميديال لاترال، ادي الساي هيت الفيمر وادي اللور اند اوف ذا فيمر، في ميديال كوندايل وفي لاترال كوندايل. نورمالي الاثنين بيبقوا فلاش مع بعضيهم والتيبيا فلاشنج عليهم، فهي اكستندد تبقى ستريت، مظبوط. لو نفرض العيال عنده جينو فالجم من الفيمر نفسها، يبقى البوسيبيليتي او الكوز ان اللاترال كوندايل هتبقى ريسيدد لفوق شويه، والتيبيا هتبقى فولونج ايت، فهتبقى ان فالجاس بوزيشن. لما بعمل فليكشن الارتكريشن من تيل الابر تيبيا بيبقى ارتكريتنج مع ايه؟ البوستيريور اسبكت تو ذا ميديال فيم ويتش از نوت افكتد لا بالريكتس ولا بالشورتنج ولا غيره. فالديفورميتي اللي كانت موجوده نتيجه الهاير بوزيشن اوف ذات الكوندايل والتيبيا ديفيتد، اول ما بعمل فليكشن بتبقى ديسابيرد. لو بيرزيستنت بعد الفليكشن يبقى الديفورميتي موجوده في التيبي، لو شويه كده وشويه كده بقى شويه هنا وشويه هنا. اورايت، يبقى ده تيست مهمه او سهل افرق بيه السايت اوف ديفورميتي، هل هو في التيبيا ولا في اللاني. ده بالنسبه للجزء الاولاني. نيجي للموفمنت، زي ما اتفقنا اي موفمنت بدور على ايه في الموفمنت؟ الرينج، بين، ابنورمال ساوند، او ابنورمال موفمنت، اذا كانت موجوده اذا كانت لاكستي ولا غيره. يبقى رينج، بين، كريبتس او كليكس او غيره. عندي فليكشن، بعمل فول فليكشن واقيس الاستيميت في الديجري اوف فليكشن، باني اقيس المسافه ما بين الهيل والسكالتوبروست او الباك اوف الثاي، او بستعمل الجنيومتر بهذا الشكل. اكستنشن، بعمل نابل اكستنشن، وممكن بقى نعمله هو بروم برضو لو في مال ديجري اوف فليكشن ولا حاجه تو بي ايزلي ديتكتد. اكستنر روتيشن وانتنر روتيشن، يعني كبوست جراديوت ممكن نعرفهم، لكن دول ديجريز بسيطه قوي، يعني نعملها ما نعملهاش مش مشكله. المهم النيه بتبقى رايت انجل، وتست باسفلي اكستنر روتيشن، اشوف التيبيا بتلف معايا خمس درجات حاجه، انتنر روتيشن خمس درجات حاجه، كلام بسيط يعني ما بركزش عليه قوي. نيجي للجزئيه الثانيه اذر اكزامينيشن، وده المهم في النية او الجديد بالنسبه للنية، اللي فات ده كله يعني الى حد ما يعني تطبيق من الهيب نفسها، لكن الجزء المهم بالنسبه في النية او سبيشال بالنسبه للنية في المجموعه الرابعه من الاكزامينيشن لاذر اكزامينيشن. اذر اكزامينيشن دي فيها سبيشال اكزامينيشنز اللي هي الباتيلا من سكاي بوبريتال فوسا والانستابيليتي، دول خاصين مني. الحاجات الثانيه جنرال اللي هي نيورو فاسكولار، في سنسيشن، في بلسيشن، اذر ريجنز، اشوف الانكل، اشوف الهيب موجود فوق، والواقف العيال ستاندنج ووكن تو سي الريكرفيتم، اشوف اللاترال ثراست لو في لاترال انستابيليتي ولا غيره. حاجات عامه الى حد ما، لكن اللي بنركز فيه اللي هي الاذر او سبيشال اكزامينيشن ذاتي اوف ذا نيل اللي هي الباتيلا من سكاي بوبريتال فوسا اند انستابيليتي. باتيلا
لو جيت افحص الباتيلا لوكالي ايه الحاجات اللي بدور عليها في الباتيلا في اللوكال اكزامينيشن اوف ذا ني؟ بنشوف البوزيشن طبعا الباتيلا مع الاكسنسور اباريتس حته واحده، ابص على البوزيشن بتاع الباتيلا نورمالي بالنسبه للبوزيشن بدور على الليفل بتاعها نورمالي تيز اباتنج ذا انتيريور اسبكت اوف ذا فيمورال كوندايلز. لو هي واطيه تحت قصاد الجوينت لاين او ماشي في مكانها الطبيعي قصاد في الكوندايل بتاع الفيمر بنسميها باتيلا باجة. لو هي طلعت لفوق اوفر رايدنج على الفيمورال كوندايلز بهذا الشكل يبقى بنسميها باتيلا الت. يبقى ده البوزيشن اوف ذا باتيلا. تاني حاجة بنبص عليها بالنسبة للباتيلا التلت. نورمالي عندي لو اللاترال فيمور كوندايل دي والميديال فيمور كوندايل هنا الباتيلا بيبقى فيها تلت بسيط 10 درجات ميل في الميل و15 درجة في الفيميل. اهو لو خدنا الباتيلا السيرفيس يبقى فيها تلت خفيف موجود اقدر اقيمه بالجنيومتر لو فيها تلت ولا ما فيهاش. تالت حاجة بندور عليها في الباتيلا اللي هي الكيو انجل. لو الليمب ستريت باخد لاين من الانتيريو سيبيريك سباين لغايه الميد بونت اوف ذا باتيلا واخد من هنا من الميد بونت اوف الباتيلا التيبيال تيبوروستي دي بتعمل لي فالجاس انجل موجوده نورمالي في اي واحد اللي هي الكيو انجل او النورمال فالمس ان 8 ل 10 درجات موجودين في اي واحد طبيعي. ممكن تبقى اكتر ممكن تبقى اقل حسب اذا كان في ديفورمتي ولا ما فيش. طبعا ذيس انجل اللي هي الكيو انجل دي بتبقى ماسكت او ديس ابير اون فليكسنج ذا ني. لما بعمل فليكسن بيبقى ستريت لاين من السباين الباتيلا للتيبيال تيبوروستي. لو منتند او برزيستد بيبقى فيه ديفورميتي اللي هي اسمها بايونيت ساين جت من ايه البايونيت ساين دي؟ البندقيه بتاعت الجندي بتاع زمان بتركب عليها سمك بندقية البوز الماسوره بتركب عليه سونكي طبعا بيبقى زي رايت انجل كده تخش في البوز الماسوره والسونكي متطرف كده. فنورمالي ادي الكيو انجل موجوده زي كده. لو الني فليكس تبقى ستريت راحت الانجل. لو لسه موجوده ممكن يبقى فيه ديفيشن في التيبيا اكسترنال روتيشن انترنال روتيشن في الفيمر وده بيساعد على السبلكسيشن او كوندوماريشا فهتديني ذي الساين اللي هي بايونيت ساين. ابص والنين فليكسد برضو اللاين اللي جاي من فوق من الانتيش سبال الميدي الباتيلا للتيبيال تيبروست ستيل في ديفيشن ما بقاش ستريت زي النورمال وده بيانديكيت سمثينج. ده اول حاجه من تندرنس. تيبيال تيوبركل زي ما شفنا التندرنس من تحت لفوق تيبيال تيوبركل باتيلر تندون ايبكس اوف الباتيلا ميديال فاسيت لاتيرال فاسيت. ازاي؟ طبعا تيبيال تيوبركل سهله بالبيت الباتيلر تندون ايبكس اوف الباتيلا الميديال لاتيرال فاسيت. هاو تو بالبيت الميديال لو في السر ولا في اوسترسلتس ولا حاجه هاو تو بالبيت الميديال او لاتيرال فاسيت بتاع الباتيلا. بزق الباتيلا مثلا من على اللاتيرال سايد وبحيث يعني لحد ما اي كان بالبيت ذا ميديال فاسيت بتاع الباتيلا من الميديال سايد او ازق من على الميديال سايد ازحزحها او رحلها لاترال شويه واي بالبيت اللاترال فاسيت من على اللاترال سايد عشان لو في السر ولا حاجه في الباتيلا. يبقى ده بالنسبه للتندرنس. يبقى احنا دلوقتي في السبيشال اكزامينيشن اوف ذا ني ايه هم الحاجات السبيشال اللي بندور عليهم؟ الباتيلا والاكسنسور ابريتس مظبوط بوبليتي الفوسة والمينسكس والانستابيليتس. فاحنا بنتكلم دلوقتي في الباتيلا قلنا البوزيشن فوق تحت ميديال لاتر اكسترا التندرنس ريليتد تو الباتيلا ممكن يكون في حاجه من دول وكل حاجه ليها معنى. نيجي بالنسبه للحاجه الثالثه الموبيليتي هاو تو تيست ذا موبيليتي اوف ذا باتيلا. اهو بمسك الباتيلا واعمل سايد تو سايد واب اند داون امسك الباتيلا واشوف سايد تو سايد واب اند داون اشوف وقارن على النورمال سايد. جرايندنج تيست احك الباتيلا في اللور فيمر اشوف في كريبتس في بين ولا تندرس ما فيه ولا ما فيش. ابريهنشن تيست والني اكستندد او بارشل فليكسد بحاول ازق الباتيلا لاترالي واشوف العيان يبقى ابريهنسيف ويخاف انها هتبقى ديستوكيتد ولا ديستوكيتد بوزيتيف ولا نيجاتيف. في زولر ساين بحط ايدي على السوبلر باتيلا باوتش واقول للعيان اكتف اعمل اكتف اكستنشن او اكتف كونتراكشن اوف ذا كوادرسيبس لو في كوندروميليشن ولا حاجه بتعمل لي بين اندر ذا باتيلا. ابلايكا في ميديال
ميديو باتيلر بلاكا بيبقى في فيبروزس في السنوفو ميمبرين تعمل لي زي كورد على الميديا سايد اوف ذا باتيلا او سوبرا باتيلا فوق الباتيلا، وده طبعا بيعمل فريكشن في التيبيال او في الفيمورا كوندال يعمل بين واروجن، وطبعا بنحاول تو ديتكت باي ديفرنت تيستس. ده بالنسبه للباتيلا. بعد كده هيجي الحاجات الثانيه اللي هنتوقف عليها طبعا من سكاي والانستابيليتيز والبيتر فوسا، لان ات از تايم فور برين وقت الصلاه. هنطلع على فوق ورايحين. احنا قلنا اللوكال اكزامينشن اوف اي جوينت انكلودنج ايه؟ سبيكشن الاربع حاجات بتوعها، بالبيشن الاربع حاجات بتوعها، موفمنت برضو الاربع حاجات بتاعتها، والعمود الرابع او المجموعه الرابعه اللي هي اذر اكزامينشن. بالنسبه للني المجموعه دي الاذر اكزامينشن انكلودنج حاجات عامه زي ايضا النور فاسكولار واذر ريجونز اتسترا اتسترا، وفي حاجات سبيشال تيست بتتعمل في الني او ريليتد للني زي في الهيب جوينت قلنا السبيشال تيست ايه زي الترندرنبرج. في الني عندنا سبيشال تيست ريليتد لايه؟ الباتيلا من سكاي الليجامنتس او الاستابيليتي بتاعت الني، وبعدين البوبليتي الفرصة ما ننساهاش كباك اوف ذا ني. وكان زمان بيعلمونا واحنا امتياز او نواب صغيرين ان في ذير ار فور امبورتنت سيرجيكال باكس، اربع ظهور مهمة. وات ار ذيس فور باكس؟ باك اوف ذا تانج، شوف اللسان من تحت. باك اوف ذا بريست، الست اللي كبرت شويه عندها بندولس بريست، لو في كارسينوما في البوستيريو اسبكت وانا بصيت من قدام عملت بالبشم قدام ممكن كانت تو بي ميست. باك اوف ذا سكروتم عشان التيبور كلايف اللي بيديتس وبتاع بيبقى غالبا في الالسر بتاعتها بوستيريولي. باك اوف ذا ني عشان في بريتيا الفوسه انيوريزم كولد ابسس اتسترا اتسترا. فباك اوف ذا ني من الحاجات المهمه. فمن الحاجات السبيشال اللي بندور عليها في الني زي ما قلنا قلنا الباتيلا وخلصناها، في المينسكاي، في البيتر فوسا، في الليجامنتس. فنيجي للسكند جروب من الحاجات السبيشال توزاني المينسكاي. الساينز او المانيفستيشن اللي ممكن ادور عليها في المينسكاي تندرنس اند ايديما، لو اكيوت رابشر او اكيوت انجر المينسكاس ممكن الاقي لوكال تندرنس اوبوز ذا مينسكاس. وزي ما قلنا في السلايد بتاعت البالبيشن سنتي بسنتي بتفرق، لو انت انتيرو ميديال هنا يبقى انتيرو هون، لو في الميديال بالظبط يبقى البودي بتاع المينسكاس، لو ورا شويه بوستو ميديال يبقى البوستيرو هون، على الميديال سايد او لاترال سايد ما تفرقش بالنسبه لي. ايديما بتبقى موجوده في الاكوت ستيج، ممكن قوي بالبروبر لوكال بالبيشن اي كان ديتكت اذا كان في بوسيبل انجري اوف ذا مينسكاي ولا لا. تاني حاجة في الساينز اوف مينيسكال انجري يبقى في بين اون ني موفمنت، لو عملت فليكشن واكستنشن وفي فريش انجري ومينيسكال انجري ممكن قوي يبقى في بين اون فليكشن واكستنشن، وخصوصا لو عملت شوية فالجاس مع اللاتر ميديا مينيسكاس وفارس مع اللاتر مينيسكاس البين مع الموفمنت يبان. نقطة مهمة أقولها دلوقتي قبل ما ننسى برضو، لما نيجي نعمل التيست دوت اللي هو pain on the movement أو لما نيجي نعمل special test بتاع المينسكاي اللي هو مكموري، بلاحظ بعد الكانديديت يجي يعمل المكموري تيست وبالطريقة اللي هيقولها وهو عامل كده نيجاتيف أو بوزيتيف. مكموري تيست لازم يبقى من فول اكستنشن لفول فريكشن، واعيده مره واثنين وثلاثه، لان السايت اوف ذا انجري هيبقى متوقف على الديجري اوف فليكشن. لو في الانتيريور هون التندرنس او القفشه على المينسكاس بتبقى نير فول اكستنشن، لو التير في البوستيريور هون الكمبريشن بتاعها بيجي والبين بتاعها بيجي عند نير فول فليكشن. يبقى ما ينفعش اعمل مكمور احط ايد واعمل واعمل الرينج اوف موفمنت كده ما بين 10 و15 درجه، لازم فروم فول اكستنشن تو فول فليكشن. واضح الكلام؟ يبقى ده مهم قوي بالنسبه لي عشان اشوف البين موجود فين ومش غيره. ثلاثه نعمل السبيشال تيست بتاع المينسكاي اللي هو مكموري تيست، وبعدين بالنسبه ده للميديال مينسكاس، وهنا بالنسبه لللاترال مينسكاس.
هو الفكره بتاعت المكمور تيست ايه؟ ان نجيب الحته اللي فيها تير اذا كان موجود في تير بحيث يبقى اندر كومبريشن ما بين الفيمورال كوندايل والتيبيال كوندايل مع المومنت اوف ذا ني جوينت. فبالنسبه للميديال مينسكس بعمل فالجاس. لما اعمل فالجاس انا فتحت الميديال كومبارتمنت بحيث تسمح المينسكس. بعمل اكسترنال روتيشن عشان برضو اجيب البوستيريو بارت بتاع المينسكس لقدام شويه، وانا بعمل الفليكشن والاكستنشن يبقى الحته اللي فيها تير هي اندر كومبريشن تو سيرفيس بتاع ميديال فيمورال كوندايل واللاترال تيبيا ميديال تيبيال كوندايل، يقوم يحصل الكليك او البين بتاع التير اوف ذا ميديال مينسكس. بالنسبه لللاترال مينسكس بنعمل العكس، بنعمل فارس وانترنال روتيشن وبعدين نعمل الموفمنت فروم فول اكستنشن تو فول فليكشن. واضح الكلام ده؟ يبقى ده مكمور تيست بنعمله كسبيشال تيست بالنسبه للميديال مينسكس واللاترال مينسك اهو. لا طبعا الموفمنت نفسها اللي هو فيمر كوندايل اما بتتحرك على تيبيال كوندايل فبتيجي على الحته اللي فيها تير وتعمل برضو كومبريشن مش ستريتش، فطبعا بتديك البين او التنس او الكليك اذا كان هيبقى يعمل فيه كليك. اخلي ديسكشن للاخر ماشي. اورايت. وهي الفكره بتاعت فارس او فالجاس، لو انت في بتتست الميديال مينيسكاس وعملت فالجاس انت فتحت السبيس عشان تدي فرصه للمينيسكاس تتحرك كسن روتيشن عشان تجيب البوستيريو بارت انتيرولي. ده الهدف من المانوفر نفسها. في التست الثاني بتاع المينيسكاي اللي هو ابلي تيست، بنرقد العلاقه العام بروم بهذا الشكل والني رايت انجل ونعمل كومبريشن ونعمل ميديال ولاترال روتيشن بنطحن او بنضغط او بنعصر على المينيسكاس لو كان في تير. طبعا يعني زي ما كنا بنتكلم واحنا في البريك دلوقتي الكلام ده كله كلام ناس بايونيرز in the field of orthopedic. ناس كانت بتحاول توصل لتشخيص بكلينيكال اكزامينيشن ما فيش يمكن عنده اكس راي، ما فيش عنده ام ار اي، ما فيش عنده ارثروسك، الحاجه بتاعت البينوري بتاع زمان من 100 سنه و150 سنه. بيألفوا تيست معينه بحيث ويعملوا مره واثنين وثلاثه لغايه ما يطلع بالفايننج اللي فيه. النهارده للاسف الشديد كتير قوي من الكلينيشن ما بيدورش على الكلام ده، يجي له عيان عنده اليمين طب روح اعمل ام ار اي. حتى يمكن ما يكلفش نفسه يقول له اعمل البلين اكس راي في الاول. رونج. اي دياجنوزيس لازم ما بين كورليشن ما بين الكلينيكال اسيسمنت والراديولوجيكال فايندنج او الانفستيجيشن اللي بنلاقيها. ممكن قوي حاجه في الانفستيجيشن سيام بلين اكس راي او ام ار لا علاقه تلعب بالمره بشكوى المريض. يعني اكسيدنتالي ديسكفرت ما اخدش عليها بقى واخش في شكه ثانيه. فالكلينيكال اسيسمنت او كلينيكال ايفالويشن از فيري امبورتنت. يبقى ده قبل تيست برضو كان من الناس اللي عملوه بدري قوي يعمل فليكشن في نيرايت انجل ويعمل كومبريشن ويعمل ميديال ولاتر روتيشن كانه بيطحن المينيسكايا المينيسكاس ما بين الفيمر والتيبر كوندايل. لو حصل بين او حاجه زي كده او كليك يبقى فيه بوزيتيف ساين. بعدين حصل موديفيكيشن وبداوا يعملوا ركبه الاكزامينر الدكتور بيفحص تثبت اللور اند اوف ذا ساي دي تشد التيبيا لفوق بعيد عن السرير كانه بيعمل تنشن على الجوينت نفسها عشان يفرق ما بين البين اوف مينيسكال انجري اند ليجامنتس انجري. لو البين حصل مع الكمبريشن والجرايندنج تيست ده هيبقى انا سببه ايه؟ مينيسكس. لو حصل بين وهو بيعمل ديستراكشن للليج اللي فوق يبقى سببه ليجامنتس انجري. ناس كانت بتفكر بمخها بتحاول تستعمل على راي ما يقولوا الشطره تغزل برجل حمار ولا حاجه زي كده فما فيش عندهم لا ام ار اي ولا ارثروسكوبي ويمكن اكس راي لكن بيحاول يوصل باي كلينيكال اسيسمنت للدياجنوس والايفالويشن. يبقى ده بالنسبه للمينيسكاي. نيجي للحاجه الثالثه اللي بعد كده البوبليتال فوسا ما ننساش وان اوف ذا امبورتنت سيرجيكال فور باكس. اربع باكات المهمين اللي ممكن بيتمسوا في الاكزامينشن باك اوف ذا تانج باك اوف ذا بريست باك اوف ذا سكروتم باك اوف ذا ني.
واحد من الامبورتنت فور باكس اللي ممكن بتتنسى في الاكزامينيشن بالرغم ان فيها حاجات مهمه. اشوف البوردر السيمن من روسر بيرسا هشوفها بستيرلي، البيكر سيست هشوفها بستيرلي، بوبريتال بالسيشن، بوبريتال انوريزم، كولد ابسس، كل الحاجات دي في الباك اوف ذا ني ما ننساهاش في السبيشال اكزامينيشن بتاعنا. ده كان المجموعه الثالثه. المجموعه الرابعه او المجموعه الاخيره في الاكزامينيشن بتاعت الني السبيشال اكزامينيشن والزلي مهمة طبعا بالنسبة لكم كويس. حتى اللي فاتت دي ستريت فورورد فقلناها على طول على طول لانها واحد واحد زائد اتنين واحد زائد واحد تساوي اتنين، ده اللي بيعوز شوية تركيز او تفكير. انستابيليتي، في انستابيليتي ولا مفيش؟ وات ار ذا ليجامنتس كوزنج او جيفنج استابيليتي تو ذا ني؟ ميديال كولاترال، لاترال كولاترال، انتير كروشيت، بوستير كروشيت مع الكبسول، انتروميديال بوسترولاترال يعني مع الكبسول ككل. فبنشوف ازاي نوصل. والنصيحه اللي بنصحها اي كتاب كلينيكال اكزامينيشن بالنسبه للني في الحته دي ممكن تلاقي فيه مثلا على الانتير كروشيت 10 تيستس، على بتشير كروشيت 12 15 تيست، على مش عارف ايه لا. وعشان اقعد اجمع كل التيستس ديت واحاول تبقى اورينتد بيها هتوه ومش هجين اني اكسبيرينس. اعرف 1 اور 2 تيستس لكل ليجامنت وهم دول اللي ابقى ماسترنج ذيم، هم دول اللي اعملهم مع كل حاله مع كل حاجه، هيبقى سهل عليا قوي اي ابلاي اند انتربريت، اعرف الفاينج اللي فيه. انما اتوه في 10 15 تيست على انتيرو كروشيت ومبقاش عارف ده ايه ولا ده امتى، كلام فاضي. فطبعا هنا في البرزنتيشن في تيست او اتنين لكل ليجمنت، بس نركز على واحد منهم او حاجه زي كده، هو ده يبقى سكتي او طريقتي او التول بتاعتي اللي بوصل بيها للتشخيص. فهنيجي للكولاترال ليجمنتس. يعني الكولاترال ليجمنت عندنا ميديال ليجمنت ولاترال ليجمنت، فيهم تير ولا ما فيهمش؟ فيهم انجر ولا ما فيهمش؟ بالنسبه للميديال ليجمنت هنعمل ما يسمى فالجاس ستريس ان اكستنشن، زي ما الصوره هنا بتبين ان اكستندد، الدكتور ماسك الهيل بناحيه عامل كاونتر سبورت على اللاتر اسبكت اوف ذا ني وبيعمل فالجاس سترين. اللي احنا قلنا في الهيب موفمنت او في اي موفمنت في جوينت بندور على نورمال موفمنت ونشوف الكرايتيريا بتاعتها رينج بين كريبيتاس او وبعدين نشوف اذا كان في ابنورمال موفمنت ولا ابنورمال موفمنت انديكيت سامثينج ابنورمال. ايه الابنورمال موفمنت اللي شفناها في الهيب؟ التلسكوبينج موفمنت. هنا في الني ايه الابنورمال موفمنت اللي موجوده؟ كل واحده منكم مرتبطه بالفارس في الفالجاس انتيرو دروب سيرو دروب اللي هو ليجامنتس انجر او انستابيليتي، وبندور عليهم واحده واحده. فنيجي هنا نعمل ستريس تيست للليجامنت في الفول اكستنشن. لو في رابشر زي ما هو هنا كده هيحصل هتيلد الميديال سايد اوف ذا جوينت، هتيلد والجوينت هتفتح على الاكسايد، يبقى في جاب او في مسافه ما بين الفيمال كوندايل والتيبيال كوندايل. طبعا ناخد بالنا بليز ونركز شويه في الجزئيه ديت ان ذيس فالجاس ستريس ان اكستنشن هيبقى بوزيتيف اف ذير ار انجري تو ذا ميديال ليجامنت از ويل از انجري تو ذا انتيرو كروشيت، الاثنين مقطوعين او الاثنين انجر، هيبقى بوزيتيف ويحصل جاب ان فيه، لان الاثنين بيبقوا تايت في الاكستنشن فلو اتقطعوا لازم يفتحوا بعدها. افرض انا عايز اتست الميديال كولاترال لوحده، هشوف تست ايوه، اعمل شويه فليكشن واعيد التست مره ثانيه، ادي الفالجاس ستريس ان اكستنشن. وطبعا زي الصورة دي بتبين حاجة تانية غير الفالجاس ستريس اتسيلف، ممكن يبقى لسه عشان اكوت بينفول قوي فممكن ادي لوكال انستيزيا حوالين الليجمنت نفسه عشان ابايع البين بتاعة الانجري واقدر اشوف فيه انستابيليتي او فيه لاكسيتي او بتفتح الجوينت لما بتفتحش. وممكن في نفس الوقت ايه ده؟ ممكن طبعا اعمل نفس الستريس تيست بعد ما اديت لوكال انستيزيا، اعمل ستريس اكس راي اصور العام اندر ستريس بعد ما كنت اديته انسيه بحيث يبقى عندي دوكيومنت فيه الجوينت بتفتح لاتر ولا ما بتفتحش. يبقى الاولاني فالجاس ستريس ان في اكستنشن هيبقى ايه؟ اذا كان ميديال كولاترال وانتيرو كروشيت، لو انا عايز سبيسيفيكالي فور دي ميديال كولاترال اعمل فالجاس ستريس ان 20 تو 30 ديجريز اوف فليكشن. لو نبص في الصوره الصغيره دي يا جماعه هنا الرابشر فين؟ ميديال ده ايه ده؟ الكروشيت انتاكت،
انتاكت. لو رجعنا للسلايد اللي قبل كده يوه. ايوه الصوره دي اللي هي فالج ستريس ان اكستنشن وبقت بوزيتيف يعني فتحت جابد. لو بص للصوره الصغيره دي في ايه اللي مقطوع؟ ميديال كولاترال والكروشيت نفسه مش موجود انما الثانيه مع الفليكشن. هنلاحظ هنا نلاقي الميديال كولاترال مقطوع بينما الكروشيت ستيل انتكت فده سبيسيفيك فور ذا ميديال كولاترال انه يبقى بوزيتيف في 20 تو 30 ديجريز اوف افليكشن. ازاي بعمله؟ اهو الاكزامينر ماسك الهيل بايده او اللور ليج بايد، ايدي الثانيه عامله لاترال سبورت او لاترال باتس على اللاترال اسبكت اوف ذا ني وافتح احاول افتح الني في 20 تو 30 ديجري. لو فتحت يبقى ده في ميديال كولاترال ليجامنت انجري. اورايت يبقى فارس فالجاس ستريس فور ذا ميديال ليجمنت. نيجي بالنسبه لفارس ستريس ان اكستنشن عشان اللاترال ليجمنت نفسه هنعمل العكس فول اكستندد واسبورت اعمل باتريس من على الميديال سايد واحاول الم الرجل ان فارس. لو فتحت من على اللاترال سايد يبقى فيه زي كده. انا عملت فارس ستريس فتحت من على اللاترال سايد يبقى في ليجمنت او لاترال ليجمنت انجري. وطبعا اخد بالي هنا ان في لاترال بروبيتر والسنسيشن بتاعته ممكن قوي يعمل لي ديمينج او لوس سنسيشن في اللاترال او دورسال اسبك لو فوت دي ساين زياده يعني. يبقى ده فارس ستريس اكستنشن وبرده باكد بيه بفارس ستريس انفليكشن اعمل 20 تو 30 ديجري فليكشن على فخذ الدكتور اللي بيفحص كده وايدي على الميديا سايد عشان خاطر اعمل سبورت وبعدين الايد الثانيه تشد الهيل او الانكل ميديالي عشان اشوف الانكل الني نفسها هتفتح من اللاترال سايد ولا ما تفتحش. ده بالنسبه للكولاترال ليجمنت اللي هو الميديال واللاترال كولاترال. نيجي للكروشيت ليجمنت انتيرور وبوستيرور. زي ما قلت من شويه اي كتاب كلينيكال هتلاقي حاطط 10 12 تيست على الميديال انتيرور كروشيت والبسيكو. عايزين نركز في واحد او اثنين وبعدين يحلها ربنا بقى في بيت التيست. عندي انتيرور كروشيت في التيست اللي هي يعني كومن او بنستعملها في الموضوع ده للناس اللي هم مش سبيشاليزد. في ناس سبيشاليزد في الني سيرجري شغلته كلها ني سيرجري لازم يعرف كل التست دي بتفاصيلها والاخر. احنا بنعرف كل حاجه في الاورثوبيديك وبالتالي يعني من كل بستان زهره زي ما بيقولوا رايت. زي مثلا واحد سبيشاليزد في السباين يعرف ديتيلز قد كده اكتر مني 100 مره. انا بتاع جنرال اورثوبيديك بعرف شويه هنا وشويه هنا فبنركز على حاجات معينه عشان ما انتوش في الكتب بس. فمن ضمن الحاجات اللي بنعملها بالنسبه للكروشيت لاخمان تيست. ايه لاخمان تيست دوت؟ وان هاند تو فيكس ذا لور ثاي وان هاند فيكس الابر تيبيا واخلي هاند ريلاكسد واحاول احرك التيبيا انترو بوستيريور او ابر داون. هل بتيجي معايا ولا ما بيجيش؟ نورمال ما بتجيش. لو جت يبقى في بوزيتيف لاخمان تيست او بوزيتيف انجري للانتيرو كروشيت. اهو ماسك اللور ساي والابر تيبيا ويحاول يحرك اب اند داون ويشوف التيبيا بتيجي معاه ولا لا. سام تايم العيان بتاعي بيبقى رجله تخينه قوي او المصل بتاعته بالك كبير قوي صعب ان انا امسك رجله بهذا الشكل الساي بتاعه كده او من هنا. في ما يسمى اكتف ريزيستد اكستنشن تيست. عيان رجله محطوطه على الترابيزه انا مش عارف اعبط على الساي ومش عارف اعبط على الليج. اثبت الانكل على الترابيزه واحط الايد الثانيه كفيست كده اندر ذا ني واقول للعيان اعمل اكتف كونتراكشن اوف ذا كوادريسبس كانه عايز يعمل اكستنشن للني جون. لو في لاكستي وخصوصا لو ماركت لاكستي حاجه قديمه وماركت لاكستي ممكن او احس التيبيا بتطلع لقدام وتنزل مع اكتف اكستنشن او اكتف ريزيستنج اكستنشن بتاع الكوادريسبس. ده انذر تيست فور ذا لاخمان تيست. التيست الثاني اللي بنستعمله وكومن او تعلمها قبل لاخمان تيست قبل ما يوصفوها والاخره بالنسبه لانتيرور كروش اللي هو انتيرور دراور وذ ني ستريت 90 تو 70 وبعدين عدله شويه قال لك انتيرور دراور وهي فيها رايت انجل فليكشن والاخره 20 30 فليكشن. تفاصيل كتيره قوي وزي ما قلت نختار 1 اور 2 تيست فور ايتش ليجمنت ونركز عليهم ونعمل عليهم مره واثنين لما نبقى ماسترنج زم. مثلا اذكر زمان في اواخر السبعينات او حاجه زي كده كنت في سويسرا في بيرن
وهناك في مستشفى الجامعه اللي هي تبع بيرن تبع سويسرا يعني. وكان في يمكن حضرتكم سمعتوا عليه بقى واحد من اللي بقى مشاهير في النيل اللي هو جيكوب ابو لحيه، ده كان واحد من المهم ياما كان لسه نائب كبير سينيور او اخصائي صغير وبيشتغل على النيل، وهو اللي عمل جيكوب تيست بتاع الاستابيليتي بتاعت الركبه، هو ده اللي وصف وهو اللي كتب في التكست بوك. كنت لما اروح العياده الخارجيه كل شغلته كل عيان يجي له نورمال ولا اب نورمال في النيل يقعد يعمل له الجيكوب تيست الجيكوب تيست، بحيث اصبح باي تايم خلاص يعني زي اسمه، سهل قوي يعمله، سهل قوي اورينت، سهل قوي ينتربريت يقول فيه ايه ولا بتاع. فالمساله مساله ريبيتيشن ومساله تريننج. فطبعا في كتيره نزلت بعد كده لكن احنا منه. فعندنا الانتير درول في الستريت، طبعا هذه الركبه هي رايت انجل تقريبا، ركبتي او ايدي او اي او ركبتي او فخدي بتاعي مثبت الانكل على الترابيزه، الايديا الاثنين ماسكين الابر تيبيا والصنب على الجونت لاين، واحاول اشد التيبيا لقدام اشوفها بتيجي معايا ولا لا. نورمالي ده مش موجود، لو الانتير كروست بابشر ده انتربتد هتيجي معايا، وقد ايه جت معايا نص سنتي سنتي ممكن اقيم الانتير انستابيليتي بلس 1 بلس 2 بلس 3 تفاصيل زياده شويه، بس نعرف احنا الاساس بتاعنا ده كده. يبقى ده الانتيرو كروشت انتيرو درور، معناها في الانتيرو كروشت ليجامنت انجرد نفسه. النقطه طبعا الديمونستريشن اهوت، طبعا واضح هنا مثبت الانكل والفوت وبيشد لقدام، هل الركبه بتطلع لورا وتنزل قدام زي دوت ولا لا، يبقى بوزيتيف تيست ولا مش بوزيتيف. النقطه المهمه جدا اللي عايز احطها في ذهن حضراتكم، انا بلاحظها في اثناء الامتحانات، الكانديد بيعمل انتيرو درور ما بيعملوش صح. ليه؟ بيروح ماسك مثلا الكاف من هنا ويشد، لا انا بمسك الابر تيبيا، شايفين الاندكس بتاعي ده من الناحيه دي ومن الناحيه الثانيه معبطين على الابر اند اوف ذا تيبيا، لامسين حاجه معينه عشان هدف معين. ورا هنا البريتا الفسه، ايه اللي ماشي ده؟ الهامسترين بايسبس تندون، ومن الناحيه الثانيه سيمين بروسس سيمين تونوس على ميديال سايد. شرط اساسي تو انتربريت الانتيرو دراور ان الحاجات دي تبقى لاكس. ممكن يعني يبقى عنده انتيرو كروش ترابشر وانا بعمل انتيرو دراور، لكن سبازم في الهامسترنج ماسل يمنع الموفمنت بتاع التيبيا لقدام والورا، وبالتالي يطلع فولس نيجاتيف وهو عنده اكشوال رابشر اوف الانتيرو كروش. يبقى كشرط اساسي عشان اعمل انتيرو دراور لازم ابقى متاكد ان ذيس هامسترنج تندر ار ريلاكسد. How to know انهم ريلاكسد وانا بعمل التيست، يبقى الماسكه بتاعتي اللي هاندس اب والاندكس ده من الناحيه دي والاندكس ده من الناحيه دي بالبيتنج التندون بتاع الهامسترنج عشان اتاكد انهم ريلاكسد، بحيث الاورينتيشن او الانتربريتيشن بتاع التيست بتاعتي تبقى مظبوطه او مش مظبوطه. لو مش عارف هو بيعمل ايه ممكن يبقى في سبازم ويطلع فولس نيجاتيف بالرغم ان هو في رابشر اكشوال رابشر. يبقى ده الانتيرور درور. ممكن نعمل الانتيرو درور ويز روتيشن ومع اكسترنال روتيشن 15 درجه، ده انديكيت انتيرو كروشت ليجمنت مع بوستر ميديال استراكشر انجري. انترنال روتيشن الدرجه ما هوش مهم قوي، ما وجدوش له انتربريتيشن كتير. وبرده زي ما قلت تفاصيل يعني زي احنا قلنا انتيرو درور وهي 90 درجه، انتير درور وهي 15 درجه، انتير درور وهي انترنال روتيتد، انتير درور وهي اكسترنال روتيت، زي ما شفتوا كده تفرعات وتفاصيل. اعرف 1 او 2 تيست من الكلام ده كله، وهو ده اللي امارسه باستمرار باستمرار لما ابقى ماسترنج ايت وافهم اعمل له الانتربريتيشن ايه، احسن من اني اعرف ثيوريتيكالي 10 15 تيست وما بعرفش اعمل واحد فيهم ولا اعمل انتربريتيشن لاي واحد فيهم. يبقى ده بالنسبه للانتير كروشت. طبعا التيست الثالث برضو المهم او الرابع بالنسبه للانتير كروشت اللي له فاليديتي او له ابلكيشن اللي هو بيفوت شيفت. بيفوت شيفت بحط الفوت والانكل بتاع العيان اندر ماي في الاكزيلا بتاعته واثبته بدراعي، وان هاند سبورتنج الابر ليج من ورا، وان هاند سبورتنج الثاي من قدام، وابدا اعمل التيست. هي الفكره بتاعته كلها ايه؟ لو في انتير كروشت ليجمنت انجري البيفوت او الاكسس او نقطه الارتكاز اللي الركبه بتتحرك عليها بتاع بتتغير لانها بتتحرك لقدام ولورا لان ما عادش في ليجمنت مثبتها في مكانها بالظبط. فانا بحط الرجل في هذا الوضع مع شويه فالجس واكسترنال روتيشن، ذن اي دو فول اكستنشن فول اكستنشن اند ذن اي ستارت جراديوال فريكشن.
مع ستارتنج فليكشن لو الانتيك كروشت مقطوع بتروح التيبيا كوندايل نطه طالعه لقدام، احس انها بقت سابلاكسد لقدام. نورمال ده ما يحصلش، بيفوت شيفت ده نتيجه ان الليجامنت اللي كان مانع الستيب دي او الحركه دي مقطوعه، بالتالي مع ستارتنج فليكشن عند 5 درجات 10 درجات فليكشن ابص الاقي التيبيا كوندايل بقت بروترودد او موفد او ديسبليزد انتيريورلي، وصباعي دوت بيحسها. Alright. هكمل الفليكشن بعد 15 درجات، هكمل فليكشن at certain degree 25-30 درجة، بيحصل relocation، التيبيا الكوندايل ترجع تاني في مكانها normal relation مع الفيمورال كوندايل برضو بجيرك او ستيب بحسها في التست. يبقى ادي الفكره بتاع البيفوت ساين او بيفوت شيفت، ابدا بفول اكستنشن اني في الانكل والفوت تحت الاكزيلا مع شويه فالجاس وكسن روتيشن واللمب على ذات كسن روتيشن، انت بتلف الرجل على بره وتثبت اللور ساي وتحاول تحرك التيبيا من فول اكستنشن لفول فليكشن او بارشل فليكشن. في الاول بيبقى فيه نورمال، بعد كام درجه من الفليكشن بيحصل سبلكسيشن تيبيا الكوندايل، لما اكمل الفليكشن بتاع عند 20-30 درجه يحصل ريلوكيشن، دي بحسها بايدي يبقى بوزيتيف بيفوت شيفت. البوستيريور كروشيت ليجامنت التست بتاعته عندي البوستيريور ساج، لو حطيت الركبه اللور لمب رايت انجل رايت انجل هيب رايت انجل وني رايت انجل وابص على انتيرو الاسبكت اوف ذا ابر تيبيا، المفروض ما يبقاش في عند الكونكافيتي دي، تبقى يا قارنت التو نيز، يعني شوف الانتيرو اسبكت اوف ذا ساي انتيرو اسبكت اوف ذا ني انتيرو اسبكت اوف ذا ليج ستريت، دي عشان فيها بستير كروشيت انا حاطط الثاي على وجه ولا حاجه احس ان في ساجنج ان الابر تيبيا ساقطه او ساجد لورا، ممكن اشوفها في انذر بوزيشن لو عملت بهذا الوضع ابص الاقي النورمال سايد ستريت، الثانيه فيها ساجنج او دروب، هنا واضح في الصوره دي برضو الساجنج او الدروب، يبقى دوت اللي هي البوستيرور ساج ساين. بوستيرور درول في اللمب رايت انجل رايت انجل نفس الفكره او نفس المانوفر اللي عملناه في الانتيرو درور، بحط الايد عند الابر تيبيا واحاول ازق التيبيا لورا، جت معايا يبقى بوزيتيف ما جتش معايا يبقى نيجاتيف، يبقى بستير درور ان 70 ديجري فليكشن، وممكن برضو بستير درور ان 20 ديجري فليكشن عشان البوست لاترال ستراكشر افكتد ولا نوت افكتد. بوستير درور وكسينر روتيشن نفس الفكره بتاعت الانتير درور، يبقى البوستر لاتر عشان البوستر لاتر ليجن نفس الحكايه. ويز انتر روتيشن عشان الميديال ستراكشر هل افكتد مع البوستير كروش ولا لا؟ يو ار نوت ني سيرجنز. رايت؟ يو ار ديفورميتي اورثوبيديك ديفورميتي سيرجن او جنرال اورثوبيديك سيرجن، وبالتالي ما احاولش اتوه نفسي في تفاصيل كتيره وديتيلز كتيره في حته معينه. يعني لو عرفت المين ايشو او مين تارجت ده كويس قوي، انما اتوه في حاجات كتيره قوي واتلخبط ما بين دي ودي يبقى لا طلعت بدي ولا طلعت بدي. ني سيرجن واحد ده شغلته خد الدكتوراه وبقى له 10 سنين بيشتغل، ما بيشتغلش الا على الني وبس. انت مش بس كده، ده في ناس على الني بتشتغل على الني بس، واحد يقول لك انا بشتغل على المنسكاي وخلاص، واحد يقول لك مش عارف على الليجمنتس خلاص، ملوش دعوه بالحاجات التانيه، فطبعا يعرف ديتيلز 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 خاصه بهذا الموضوع، مش هيبقى زي جنرال اورثوبيديك سيرجن، فنحاول برضو نركز شويه عشان نقدر نبقى مستفيدين. ريفرس بيفوت شيفت، احنا عرفنا البيفوت شيفت في الانتيريور كروشيت ليجمنت تعتمد على الديسبليسمنت في الابر اند اوف ذا تيبيا نتيجه البيفوت او الاكسس بتاع الكروشيت اللي كان ماسك على الضيح. هنا بالنسبه للبوستيرو كروشيت البيفوت شيفت بعمله او بنسميها ريفرس بيفوت شيفت او جيكوب تيست اللي كنت بقول عليه دلوقتي، بنعمل فول فليكشن مع شويه اكسترنال روتيشن، بتبقى التلاتر تيبيا كوندايل سبلاكسد بوستيرولي، وانا بعمل اكستنشن جرادوال اكستنشن سادن جيرك نتيجه ريلوكيشن اوف ذا سبلاكسيتد تيبيا، بحس بيها واقدر اقيم اذا كان فيها بوزيتيف ولا نيجاتيف. ده في اذر ان سبيل تيست كتير، يعني زي ما قلت
اركز على 1 اور 2 تيست لكل ليجمنت واعيده مره واثنين وثلاثه لما ابقى ماسترنج ات واقدر اعمل اورينتيشن واقدر اعمل انتربريتيشن احسن من اني اعرف 10 12 تيست ومش عارف اعمل انتربريتيشن لاي واحد فيهم. Thank you very much. Any question? Any question? واضحة واضحة للدرجات يعني مش معقول يعني ما فيش حد. طب الحمد لله اتفضل دكتور. الاكتيف ريزيستنت تيست بتاعت الانتيريور كروشيت لو زي ما قلت العيان رجله تخينه قوي او الماسل بارك بتاعه قوي قوي صعب ان انا اعبط على الساي بايد والليج بايد واحرك اليوجوال مانوفر فبحرك العيان تبقى تقريبا 30 درجه فليكسد انا مثبت الانكل على الكاوتش عشان ما يتحركش وايدي على الابر اند اوف ذا تيبي واقول للعيان اعمل كونتراكشن اوف ذا كوادريسبس اكتيف اكستنشن كانه عايز يعمل اكتيف اكستنشن دي اكتيف كونتراكشن اوف ذا كوادريسبس لو في بوزيتيف هبص الاقي الابر تيبيا بتبقى ديسبليسد قدام بس ده عشان يبقى بوزيتيف واقدر احس بيه عايز ماركت لاكستي يبقى في ماركت لاكس يعني ليجامنت كومبليتلي مقطوع والمصل ضعيفه بحيث يعني بتلق بمعنى صحيح دوت اللي هو اكتيف ريزيستنج اكستنشن. اني كويشن؟ فيري جود كويشن طبعا اي تيست من التيست بتاعت الانستابيلتي اللي احنا قلناها دي كلها ممكن تبقى فيها فولس نيجاتيف وفولس بوزيتيف العيان ان بين كوبرتيف مش كوبرتيف يعني الكلام ده كله ممكن يبقى له يعني امباكت على الفاينل دايجنوزيس والفاينل بروسيجر دكاتره اللي هم شغلهم او تخصصهم الني سيرجري اتعودوا على ان قبل ما يفتح العيان هو بيشخص كلينيكالي في الاول ويحط فكره معينه عنه عنده كذا وهخش اعمل له كذا قبل ما يعمل اللي هو مجهز نفسه ليه بيعمل اكزامينيشن اندر انستيزي ماسل ريلاكسد ما فيش بين عيان مش موجوع مش عارف واعمل التيست براحتي بحيث كونفيرم الفايندنج اللي شفتها كلينيكالي بيفور هاند زياده في التاكيد وده طبعا مش بس عشان العيان ممكن يبقى بين في سبازم في مش عارف كوبرتيف او لاخره اتاكد من ان انا هشتغل على الركبه المطلوبه ما يبقاش عنده انتيكو كروس في الرايت وافتح الليفت عين هو الانجري واضح الكلام ده وناس كتير شالوا عين سليمه وشالوا ودن يعني فلازم ده اهميه الدي اكزامينيشن اندر انستيزيا. Any more questions؟ نعم؟ فالجاس سينر روتيشن الفالجاس الفالجاس هيفتح لي الكومبارتمنت اللي هي مع الميديال سايد وبالتالي يسمح بحركه المينسكاب بسهوله تحت الفيمورا كوندال والتيبر كوندال وفي كراك ولا حاجه يحصل الكليك. اكسترنال روتيشن عشان اجيب البوستيرو بارت بتاع المينسكاس لقدام ويبقى برده سهل قوي انه ينتحم ما بين الفيمر وما بين الابر تيبي. واللاترال مينسكاس بعمل العكس فارس وانترنال روتيشن. اوريت؟ اني مور كويشنز؟ الايه؟ مش البندولس موفمنت اللي هي الموفمنت العادية. في السلايدز الأولية اللي جت يعني. احنا بنعمل اللي هو عشان لا ما انت الوقت ما باجي اعمل المكموري تيست. فور ذا ميديال منسكس الليمب بتاعت ستريت اهيت بعمل فالجاس عشان افتح الميديال كومبارتمنت كسرنا روتيشن عشان الف التيبيا اللي قدام بحيث اجيب معاها المينسكس لقدام وبعدين ابدا اعمل جرادوال فريكشن لغايه ما اعمل فول فريكشن هيحصل كليك او بين يعني يقول لك في بين هنا عند السايت اوف انجري لو السايت اوف انجري في الانتيريور هورن الكليك والبين ده هيحصل في اول 20 30 درجه من الفليكشن لو الانجري بتاع المينسكس او التير في الميدل بتاع البودي هيبقى عندي رايت انجل فليكشن لو هو في البوستيريور هورن هيبان البين والكليك عندي اتنين فول فليكشن وعشان كده قلت الكانديديت ساعات في الامتحان يجي يعمل مكموري ويعمل الفالجاس والبتاع وراح عامل الموفمنت كده ويقول لي لا نيجاتيف لازم يعمل فول اكستنشن تو فول فليكشن لانه هو زي ما قلنا الانجري في الانتيرو هنا بس هو مش هيبان الا اكت ده فول اكستنشن او فول فليكشن. اورايت؟ اتفضل. زي ما انت عايز المهم تموف المنون الركبه ان فول ارك مش يعني في النص كده وخلاص يعني في النص وخلاص ممكن تميس انتيرو هون او بوستيرو هون. نو مور كويشنز؟
اتفضل. وانا بقى مش الحركة بتاعته هتبقى محدودة. هو هتيجي كمية مع الموفمنت نفسها، لكن يو هاف تو اوبن عشان تحس بالكليك نفسها. ايوه تحس الديكشن بالظبط. More any more questions؟ Thank you very much.